أول شيء الأسئلة اتأخرت يلا نطيعها. ثاني شيء أكو حد جانبي بين المراقبات ما له أي داعي ويشوش علينا، وكل ساعة واحدة جاية بصمة توقيع نقص مي، يعني إحنا شو راح نجاوب هاي الحالة؟ هو الوقت مكتوب 3 ساعات، يعني انطونا 10 دقائق زيادة وما تكفي، وسحبوا الأوراق من يمنا، يعني ما أعرف خلى حتى خلونا ما نجاوب، يعني أغلب الأسئلة ما جاوبنا عليها نسحبوها من يمنا. القاعة مليانة طلاب والأسئلة كلش مطولة وصعبة، وهذا مو شيء لائم إنه إحنا عام دراسي كليته إلكتروني، المفروض يراعون إنه إحنا طلاب ما درسنا بالمدارس، فالمفروض الأسئلة تكون أسهل من هالشيء. أسئلة مطولة، أسئلة صعبة، زين ورحنا ده نشتكي، ما حد ما حد شكانه.